السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان الكل يكون بخير، ونبدا ان شاء الله مع بعض النهارده محاضره جديده ان شاء الله، وتكون خفيفه برضو علينا زي المحاضرات اللي فاتت. هنكمل اخر جزء في اساسيات الكمبيوتر ويندوز 10، وزي ما اتفقنا ان شاء الله باذن الله بدايه من بكره هندخل على مديول جديد هو اساسيات الانترنت. بس الأول هتعمل لكم اختبار على أساسيات الكمبيوتر، يعني هبعت أنا الأسئلة لبشمهندس أحمد وهبعتها لكم في الجروب، بحيث إن برضو إن الكل نعرف إن الكل يكون استفاد من الجزء الأولاني. هدفنا الأول والأخير إن الكل يكون استفاد من المحاضرات اللي إحنا بنديها لحد الآن، ما يكونش إن هو مجرد بس أنا سمعت محاضرة وخلاص، لأ، يعني اتعود دايما طالما دخلت محاضرة أيا كان مين المحاضر اللي قدامك حاول تستفاد بكل معلومة منه. ان برضو يعني دلوقتي بيجي تحصيل العلم صعب، فان احنا نتعلم من كل الناس فدي حاجه برضو كويسه بالنسبه لي. انا واحد من الناس بتعلم لحد دلوقتي ومن الناس اصغر مني، مش عيب، مش مشكله، بس المشكله ان انا ابطل ان انا اتعلم، ده اكبر مشكله ممكن تواجه اي حد. فان شاء الله باذن الله نبدا محاضره جديده مع بعض ونكمل على اللي احنا اخدناه في محاضره امبارح. احنا كنا اخدنا هنا امر ريفيو، كنا اخدنا سورت باي، كنا اخدنا ريفريش، كنا اخدنا نيو، واخدنا برضو الديسكتوب ايكون لي اوت، واخدنا الديسبلاي سيتنج، واخدنا البيرسونالايز، ثم اخدنا من التاسك بار الاوامر دي كلها، التول بار والسيرش والشو تاسك فيو بوتن وشو بيبل اون ذا تاسك بار، واخدنا برضو الشو تاتش كيبورد بوتن، كنا اخدنا برضو شو ذا ديسكتوب، واخدنا التاسك مانجر، واخدنا اللي هو التاسك بار سيتنج، كنا اخدنا برضو الكنترول بانل، كنا دخلنا عزيز بي سي برضو، اخدنا الفايل، واخدنا الكمبيوتر، واخدنا الفيو، وداخل كل قطاع اخدنا برضو اللي هو الشير، واخدنا هوم، واخدنا الدرايف تولز. طيب، واخدنا جزء من قائمة ستارت وهنكمله ان شاء الله النهاردة. ان شاء الله بإذن الله هنبدأ النهاردة مع جزء جديد في السيتنج او الاعدادات. انا بعتذر، انا اسف، هنكمل ان شاء الله جزء المحاضرة بتاعتي. طيب، بداية كده انا دلوقتي عايز اعرف ازاي ادخل عزيز بي سي خمس طرق. تمام، اول طريقه بعمل ايه؟ هضغط ضغطتين كليك شمال، ضغطتين كليك شمال، دي اول طريقه. الطريقه الثانيه كليك يمين على زيز بي سي واقول له اوبن، يعني فتح كده. طريقتين، يا اما ضغطتين كليك شمال على زيز بي سي، يا اما كليك يمين على زيز بي سي واختار حاجه اسمها اوبن. طيب الطريقه الثالثه، لو رحت في قائمة ستارت تحت دورت مثلا على اللي هو زيز بي سي، فين الاقيها؟ هاجي في السيرش، طيب هكتب مثلا زيز بي سي، غير اللغة زيز بي سي، واروح ادوس عليه دخلني على زيز بي سي. ادي الطريقة الثالثة. طب الطريقة الرابعة والخامسة، مين هيجيب لي الطريقة الرابعة والخامسة؟ الطريقة الأولى ضغطتين كليك شمال على زيز بي سي، الطريقة التانية كليك يمين على زيز بي سي وأقول له أوبن، الطريقة التالتة من سيرش تحت وأكتب زيز بي سي وأدخل عليه. مين هيجيب لي طريقة تانية؟ أنا دخلت إزاي؟ عن طريق اختصارة ويندوز مع إيه؟ ويندوز مع اي. اختصار الويندوز زائد الاي بيدخلني على ماي كمبيوتر، ويندوز مع اي بيدخلني على ماي كمبيوتر. كده الطريقه الرابعه. يبقى الطريقه الاولى ضغطتين كليك شمال على زيز بي سي، الطريقه الثانيه كليك يمين على زيز بي سي واقول له اوبن، الطريقه الثالثه من السيرش، والطريقه الرابعه هتلاقيها في قائمه ستارت ممكن تدخل عليها من هنا، والطريقه الخامسه اللي هو الاختصار الويندوز مع الاي. الويندوز مع اي. طيب انا دلوقتي دخلت على زيز بي سي،
زي ما قلنا لو عايز اطلع مثلا على الديسكتوب، انا عملت ايه دلوقتي؟ ما دوستش اي حاجه، انا واقف اهو طلع لي على الديسكتوب عن طريق اختصارة ويندوز مع دي، ويندوز مع الدي، ويندوز مع الدي. يبقى ويندوز مع ايه؟ بيدخلني على زيز بي سي او ماي كمبيوتر. طيب ويندوز مع دي بيطلعني على الديسكتوب او سطح المكتب. طيب تعالوا ندخل مع بعض على السيتنج الاعدادات. اول حاجه عندي في السيتنج اللي هو حاجه اسمها السيستم، تعالوا ندوس عليها. فتح معايا ايه؟ فتح معايا اعدادات الشاشه اللي احنا شرحناها في محاضره امبارح او اول امبارح. يعني لما جينا ضغطنا كليك يمين على سطح المكتب ورحت وقلت له ديسبلاي سيتنج، فتح معايا اعدادات الشاشه. طب انا هدخل على السيتنج واقول له سيستم، دخلني برضو على اعدادات الشاشه. طيب تاني حاجه عندي اللي هو الديفايسز، اللي هو الاجهزه. الاجهزه هدوس عليها. اول حاجه عندي بيقول لي البلوتوث، ده لو عايز اعمل اتصال بالبلوتوث. انا هنا كده فاتح البلوتوث بتاعي، خليه اوف كده قفلته اون، افتح البلوتوث. طب عايز اضيف جهاز جديد من علامة البلس اللي هو اد بلوتوث اور اذر ديفايس، ديفايس يعني انا هضيف بلوتوث جديد، هدوس عليه اقول له انا عايز اضيف جهاز بلوتوث، واستنى هو بيعمل لي، هو بيعمل لي كده بحث، بيبحث. طيب انا عايز اضيف برينتر او طبعة. القائمة اللي هي ناحية اليسار هتلاقي في كلمة اسمها برينتر، هندوس عليها. دي كل الطبعات اللي عندك، اضيف طبعة ازاي؟ هقول له اد ا برينتر اور سكانر من علامة البلس برضو. طيب عندك تالت اختيار، موجود للمفتاح الرئيسي او الاساسي. احنا قلنا كليك يمين بتحدد المجلد، بتحدد المجلد. تمام. طيب الصوت كده واصل؟ تمام الصوت تمام مع الناس. تمام. تمام كويس. فاحنا قلنا ان كليك شمال بيعمل ايه؟ كليك شمال بيظهر معايا الخيارات. طيب كليك يمين بيحدد. طيب انا عايز اغير، اخلي اللي بيعملوا كليك شمال يعملوا كليك يمين، واللي بيعملوا كليك يمين يعملوا كليك شمال. من هنا من سيلكت يور برايمري بوتيم اروح اقول له رايت، اقول له رايت، اقول له ايه رايت، هيعكس، هيخلي وظيفه كليك شمال هي كليك يمين، ووظيفه كليك يمين هي كليك شمال. من هنا طيب عندك هنا ناحيه اليمين او هتلاقيها من تحت عندك حاجه اسمها الاديشنال ماوس اوبشن، اعدادات اضافيه للماوس. فاكرين دي كانت بتظهر فين؟ دي اخدناها في الكنترول بانل. احنا قلنا هنا من البوتم في حاجه اسمها السبيد، دي السرعه بتاعت الماوس. طيب باونتير شكل مؤشر، ده شكل المؤشر. هنا الباونتير اوبشن لو جيت علمت علامه صح على الديسبلاي باونتير، شايفين اللي بيحصل؟ هتلاقي عمل عملية تكرار للمؤشر بتاع الماوس. أنا مش عايز ده، أقول له كاس. ده بالنسبة للتاتش باد، لو أنا بستخدم التاتش عندي أو قصده الماوس بتاعي، الحساسية بتاعته هل هو متوسط ولا
مرتفع ولا لو ضعيف ولا ايه بالظبط؟ هنا التايبنج اللي هو يقصد بيها الكتابة، اللي يعمل لي تصحيح ملائي للكلمات الغلط ولا لأ، وهكذا. ده اللي هو اليو اس بي اللي عندي، الاعدادات بتاعت اليو اس بي، بس انا ما عنديش يو اس بي موصله بالجهاز دلوقتي. هنرجع على هوم، هندخل على تالت امر عندك اسمه فون، بيقول لي لينك يور اندرويد ايفون، بيعمل لك اتصال. انا كده هعمل كونكشن، اتصال بالاندرويد او الايفون، عن طريق اقول له اد افون اد افون. عندك بعد كده حاجه اسمها نتورك اند انترنت، فاكرينها هي دي اللي كنت بتكلم فيها امبارح. هنا شكل اللابتوب، ودي شكل حاجه زي الكره الارضيه، وفي النص شبكه الواي فاي، وكاتب لك اسمها امريكان اكاديمي، معناها ان في كونكشن او اتصال. بيقول لك يو ار كونكتد تو ذا انترنت، انت عامل اتصال بالانترنت. طيب لو ما لقيتش الشبكه اللي في النص دي، ولقيت علامه الكره الارضيه ظاهره بس بنسبه بهتان، معناها ان مفيش اتصال عندك، معناها ان مفيش اتصال عندي. تاني حاجة عندك بيقول لك الواي فاي، هل انا متصل بالواي فاي؟ اه متصل، وادي اسم الشبكة المتصل بيها، ده اسم الشبكة اللي متصل بيها. طيب هنا حاجة اسمها الاير بلين مود، وضع الطيران، لو عايز اخلي الجهاز بتاعي في وضع الطيران، هنا الموبايل هتظبط اللي هو نقطة اتصال الهواتف المحمولة، لو عايز افتحها من فوق، وهكذا. فدي خاصة بالانترنت. طيب في امر هنا اسمه البرسوناليزيشن، البرسوناليزيشن هندوس عليها، فتح معايا ايه؟ فتح معايا اللي هو اللي احنا اخدناه امبارح، ازاي اغير خلفية سطح المكتب، ازاي اغير لون النظام، ازاي اعمل شاشة توقف، ازاي اغير اعدادات قائمة ستارت، ازاي اغير التاسك بار اللي احنا كنا بنجيبها من فين. كليك يمين على سطح المكتب واقول له البرسوناليز، فتح معايا الاعدادات اللي انا فتحتها دلوقتي من البرسوناليزيشن. طيب عندك حاجه هنا اسمها الابس اللي هي التطبيقات، انا عندي طريقتين من خلالهم بعمل الغاء تثبيت للبرامج اللي عندي. اول طريقه بدخل على كنترول بانل واقول له بروجرام او برامج، واقول له بروجرام اند فيزر، واختار البرنامج اللي عايز اعمل له الغاء تثبيت واقول له انستول انستول. دي الطريقه الاولى. طب الطريقه الثانيه، ادخل على زيز بي سي كمبيوتر، هتلاقي في كلمه اسمها انستول اور تشينج ا بروجرام، فتح معاك دي، فبحدد التطبيق اللي عايز اعمل له الغاء تثبيت، احدد التطبيق اللي عايز اعمل له الغاء تثبيت واقول له انستول. طيب الطريقه الثالثه، من السيتنج اعدادات واروح على ابس او تطبيقات، وادي ظهر معايا التطبيقات كلها اللي على جهاز عندي، احدد التطبيق اللي عايز اعمل له الغاء تثبيت واقول له انستول من حاجه اسمها الابس اند فيزر. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها ايه؟ الديفولت ابس اللي هي التطبيقات الاساسيه. احنا كنا اتكلمنا ان في نوعين من انواع البرامج، نوع اسمه البيلت ان ونوع اسمه السيت اب. نوع البيلت ان دي اللي هي البرامج اللي انا ما بقدرش احذفها، اللي هي بتنزل مع الجهاز، زي الرسام، زي الاله الحاسبه، زي المفكره، زي الاجنده، الحاجات دي كلها انا ما بقدرش احذفها لان هي بتكون نازله اصلا مع الجهاز. اما البرامج اللي انا بثبتها اللي هي اسمها سيت اب، دي البرامج اللي انا بقدر احذفها بكل سهوله من الجهاز عندي. دي اللي هو الديفولت ابس اللي هو التطبيقات الاساسيه، اللي هي نوع من انواع البيلت ان، البيلت ان اللي هي التطبيقات اللي انا ما بقدرش اصلا ان انا احذفها. طيب ده بالنسبه لي الابس. هنا عندك في حاجه اسمها الاكونت او الحسابات، تعالوا ندخل عليها. اول حاجه بيقول لي يور انفو اللي هو الصوره بتاعتك، لو عايز تغير الصوره بتاعت المستخدم اهو،
بتاعت الحساب بتاعك، بحيث ان انا لو جيت خليت الجهاز عملت له حاجه اسمها لوك سكرين، شاشه توقف، او سبت الجهاز عملت له مثلا سليب او عملت له هايبر نت، اول شاشه هتفتح دي الصوره اللي هتكون موجوده فيها، اسم المستخدم. اغيرها من فين؟ من هنا، بيقول لي كرييت يور بيكتشر، انشئ الصوره بتاعتك. لو عندك كاميرا على الجهاز اختار كاميرا، اما لو مش عايزها عن طريق الكاميرا هقول له براوز فور ون، يعني انا عايز صورة من الجهاز نفسه، وتروح تختار الصورة اللي انت عايزها وتقول له تشويس ا بيكتشر، يعني اختار الصورة. لو عايز اضيف ايميل على الجهاز عندي هروح على تاني اختيار عندي بيقول لي ايميل اند اكاونت، انا دي الايميلات اللي انا ضايفها. طب انا عايز اضيف ايميل تاني هقول له اد ان اكاونت، اضافة ايميل، واضيف الايميل بتاعي اشوف انا عامله ياهو ولا عامله كلاود ولا عامله اوتلوك ولا عامله جوجل ولا عامله ايه بالظبط، تمام، وادخل عليه. نفترض ان انا عامله جوجل مثلا، يقول لي كونكتنج تو ا سيرفيس، واكتب هنا الايميل بتاعي وادخل عليه. ثالث حاجه واهم حاجه اللي هو ساين ان اوبشن، ازاي اعمل كلمه مرور للجهاز بتاعي، كلمه سر، ادوس عليها. انا دلوقتي بيقول لي ايه؟ عايز تضيف ضيف، بيقول لي انت عايز تضيف كلمه مرور باسورد سواء كان حروف ارقام رموز، اقول له اد مثلا، وهنا اقول له نيو باسورد، اروح اكتب الباسورد بتاعي، وهنا اعمل اعادة تأكيد للباسورد. طيب هنا حاجة اسمها مفتاح التعرف. يعني ايه مفتاح تعرف؟ يعني انا لو نسيت كلمة المرور اللي فوق، الكلمة اللي تحت تفكرني بكلمة المرور، يعني دي يعتبر اظهار هوية، هوية كلمة المرور اللي انا نسيتها. يعني لو نسيت دي اكتب هنا كلمة تفكرني بيها، هنا تنشئ باسورد، بعد كده هنا تعمل اعادة تأكيد لي، هنا الباسورد هانت دي مفتاح او كلمة مفتاحية اللي على اساسها بتعرف على ايه، على كلمة المرور اللي انا نسيتها، بعد كده اقول له نيكست ويتم اضافة كلمة المرور على الجهاز. طيب ده بالنسبة لي ازاي اضيف كلمة مرور على الجهاز عندي. عندك بعد كده حاجة اسمها الـ Time and Language، نركز فيها جدا لأن هنتعلم مع بعض ازاي أضيف كذا لغة على الجهاز زي ما أنا ضايف كده. هندخل على حاجة اسمها الـ Time and Language، وأول اختيار عندي بيقول لي الـ Date and Time، تاريخ والوقت، التاريخ والوقت. عايز أغير التاريخ والوقت، أتأكد إن هنا بيقول لي Set Time Automatic. ايه معنى كلمة اوتوماتيك؟ لو خليته اون معناها اوتوماتيك لوحده، تلقائي لوحده هيغير وهيحدث التاريخ والوقت. طب خليته اوف، هتنزل هتلاقي في كلمة اسمها تشينج او تغيير، واكتب كلمة المرور، انا اسف، اكتب كلمة، اكتب اعمل التاريخ بتاعي، انا اسف بعتذر مرة تانية، هكتب التاريخ بتاعي، هنا الديت وهنا التايم، شوف انا في شهر كام، اشوف اليوم، اشوف السنة، هنا الساعة والدقايق، وهنا اذا كان اي ام او بي ام، اي ام معناها صباحا، اما البي ام معناها مساء، فدي من خلالها بغير، بعد كده اقول له تشينج، بغير اللي هو التاريخ والوقت. هل في طريقة تانية؟ كنا بنعملها من كنترول بانل، وبروح على حاجة اسمها الكلوك اند ريجون، واقول له date and time، واقول له change date and time، واغير التاريخ والوقت بتاعي زي ما انا عايز. طيب تاني حاجة عندك حاجة اسمها region، المنطقة، هنا بيقول لي الكانتري، البلد اللي انت منها فين؟ ايجيبت، او ايه البلد اللي انت منها؟ عايز تغيرها؟ غير،
دي كلها بلاد عندك. غير غير هنا اللغة الرسمية بتاعت الجهاز مش بتاعت الدولة، اللغة الرسمية الخاصة بالجهاز اللي هي الإنجليزي. هنا بيقول لي حاجة اسمها الفيرست داي اوف ويك، أول يوم في الأسبوع أنا عامله لحد. الشورت ديت احنا قلنا بيكون تاريخ بس عبارة عن أرقام بس اللي هو اليوم والشهر والسنة، أما اللونج ديت بيكون عبارة عن تاريخ بالتفصيل الممل. أدي النهاردة احنا الثلاث، طيب الشهر شهر 2، طيب اليوم 15 السنة 2022، بيفصل لك التاريخ. طيب الشورت تايم مديني ساعة ودقيقة، طيب اللونج تايم ساعة ودقيقة وثانية، ساعة ودقيقة وثانية. تالت حاجة وأهم حاجة عندي حاجة اسمها اللانجوج أو اللغة. دي لغات أنا ضايفها على الجهاز أهي. طب عايز أضيف لغة تانية، أقول له آد لانجوج، إضافة لغة، وتختار اللغة اللي أنت عايز تضيفها وأقول له نيكست اللي هو التالي، هيضيف لك اللغة بتاعتك، بس لازم أكون متصل بالإنترنت لأن هينزل اللغة من الإنترنت. دي طريقة إضافة لغة من آد لانجوج، واختار اللغة اللي انا عايز اضيفها واقول له نيكست اللي هو التالي، وهيضيف لك اللغة اللي انت عايزها. او تعال ندور دي كلها لغات عندك. سبيتش اللي هو زي ما قلنا خاصة بالميكروفون بتاعك الفويس، أو السرعة، سرعة الاستماع اللي بيسمعك. You have selected Microsoft David as the default voice. You have selected Microsoft David as the default voice. تعمل إيه؟ You have selected Microsoft David as the default voice. You have selected Microsoft David as the default voice. You have selected Microsoft David as the default voice. You have selected Microsoft David as the default voice. You have selected Microsoft David as the default voice. You have selected Microsoft David as the default voice. خاصة بالكلام نفسه اللي انت بتسمعه. ده بالنسبة للسبيتش. طيب عندك بعد كده حاجة اسمها الاويس اوف اكسس، الاويس اوف اكسس، بس قبل ما ادخل عليها عندك هنا حاجة اسمها البرايفس اللي هو الخصوصية. الخصوصية اللي هي خاصة بالكاميرا والموقع بتاعك، مش أي حد هيشوف الكاميرا ومش أي حد يشوف الموقع بتاعك. بتظبطهم من فين؟ من هنا. أدي اللوكيشن أنا قافله أصلا. هنا أدي الكاميرا بتاعتك أنا فاتحها عادي، ممكن تقفلها برضو. ده الميكروفون برضو لو عايز تقفله تقفله. دي الإشعارات بتاعتك. طيب عندك بعد كده حاجة اسمها السيرش، ده لو عايز تبحث عن لغات، لغات مش موجودة عندك على الجهاز أو لغات عايز تنزلها. هنا الأبديت أند سيكيورتي اللي هو لو عايز أعمل تحديث للجهاز بتاعي، بيقول لي أبديت أند سيكيورتي، هدوس عليها وأقول له هنا تشيك فور أبديت، بس لازم أكون متصل بالإنترنت. أنا آخر مرة عامل له تحديث 2019، داخل على 3 سنين ما عملتش تحديث للجهاز بتاعي. ليه؟ الاحتياطات أمنية، يعني في حاجات معينة أنا ما بفضلش إن أنا أعمل تحديث كل فترة، إن أنا لو عملت تحديث دلوقتي هدخل على ويندوز 11، ويندوز 11 أنا مش بحبذ إن أنا أشتغل بيه. ما هو في مشكلة إن ويندوز 7 هتلاقي فيه أوامر مختلفة شوية. عندك حاجة اسمها الاويس اوف اكسس، هندوس عليها. وهنا هتلاقي في كلمة اسمها الكريزر، الكريزر فاونتير سايز، هدوس عليه. ده اللي انتوا شايفينه ده حجم الماوس، دي كلها احجام للماوس. بيقول لك تشينج فاونتير سايز اند كلر، الاثنين ده خاصة بايه؟
حجم الماوس بتاعك، هنا الالوان. طيب هل انا ممكن، في ناس هتلاقي في الوان تانية ظهرت عندها، ممكن تختار اللون المناسب للماوس اللي انت عايزه، ممكن تختار لون مناسب. انا افضل ده وافضل ده. ده بالنسبه للكريزر اند باونتير سايزر، في ناس هتلاقي فيه احجام اكتر وهتلاقي فيه الوان تانية اكتر ظهرت عندك. طيب بالنسبة للسيتنج لحد دلوقتي هنا بيقول لي فايند ا سيتنج، دور على الحاجة اللي أنت عايزها. أنا هدور مثلا كمثال على كريزر أهو، بيقول لي تشينج ماوس فاونتير كولر، دخلك على الحاجة، غير أهو، غير زي ما أنت عايز. فأنا ببحث على الحاجة اللي أنا عايزها داخل الإعدادات. وانا عندي لو ما عملتش التحديثات مش بيرضى يقفل الجهاز. ما هو بص، بالنسبه لويندوز 10 نزل مني كذا اصدار، كذا اصدار من ويندوز 10، ففي اصدارات فعلا ما بترضاش، يعني الجهاز نفسه مش بيكفي معاك غير لما تعمل تحديث، وفي اصدارات لا عادل. بس هو يفضل كنصيحه، لا اعملوا تحديثات، يعني كل واحد على حسب مثلا ما هو مظبط الجهاز بتاعه. لا انا مظبطه، انا مش محتاج تحديثات الفتره دي خالص. ليه؟ لان عارف لو عملت تحديثات في حاجات كتير ممكن تروح مني. لا يعني اعمل نسخ احتياطيه من الحاجات اللي عندي على الجهاز، بعد كده افكر ان اعمل تحديثات. طيب لحد الان في اي مشكله في السيتنج؟ طيب اللي احنا اخدناه من يوم الجمعه لحد دلوقتي في اي مشكله قبل ما ادخل على اخر جزء اساسيات الكمبيوتر؟ حد عنده أي مشكلة؟ الأمور بسيطة. ممكن إضافة الكنترول بانل، هي أصلا هتكون موجودة على الجهاز. طيب لو مش موجودة أعمل إيه؟ كليك يمين على سطح المكتب وأختار حاجة اسمها البيرسوناليز، وأروح أختار من البيرسوناليز حاجة اسمها السيمز، تمام، وأروح أختار من الجنب حاجة اسمها الديسكتوب أيكون سيتنج، واروح اعلم علامه صعد كلمه كنترول بانل واقول له ابلاي ثم اوكي. تاني كليك يمين على سطح المكتب واقول له بيرسونلايز، واروح اختار حاجه اسمها السيمز، ومنها اختار حاجه اسمها ديسكتوب ايكون سيتنج، يا اما تلاقيها من تحت يا اما تلاقيها ناحيه اليمين. علم علامه صح على كنترول بانل، علم علامه صح على كنترول بانل. وانت لما بتعمل اتصال ما بين التليفون والكمبيوتر عادي بتنقل ملفات من هنا لهنا بكل بساطة وبكل سهولة. جربها ولو في اي مشكلة انا معاك باذن الله. طيب هنشرح ست برامج بيلت ان، اول برنامج منهم اسمه الالارم. حد يقول لي ايه لازمة البرامج دي؟ لازمتها في برامج كتيرة عندنا على الجهاز ليها ميزات كتيرة، بس احنا حاملين البرامج دي كلها، فلازم يعني زي ما التليفون فيه منبه فالكمبيوتر ليه منبه، اللاب فيه منبه، مش عارف ايه فيه كذا، في مفكرة، في رسام. الرسام على فكرة الناس اللي فاكرة ان هو بسيط، لا الرسام انا ممكن اعمل بيه تصميمات احسن من مليون فوتوشوب. تصميمات تصميمات، كل ده هناخده مع بعض، هنتعلم حاجات بسيطة كده مع بعض. طيب أنا فتحت أول برنامج عندي اللي اسمه ألارم أو المنبه. عايز أبتدي إن أنا أعمل منبه جديد، شايفين علامة الزائد اللي من تحت؟ هدوس عليها. أبتدي بقى أنشئ منبه.
اختار المواعيد اللي انت شايفها مناسبة، سواء كان اي ام او بي ام. وهنا بيقول لي الارم نيم، اسم المنبه، شوف انت هتسمي المنبه بايه. هنا بيقول لي الريبيت، انت عايز تكرره كل قد ايه، يعني تكرره كام يوم في الاسبوع، اتعلم عليه. حاجات افري دي يعني كل يوم. طيب الساوند، الصوت، صوت المنبه اللي انت عايزه. تختار الصوت اللي انت عايزه، هنا بيقول لي سنويز تايم، اللي هو الغفوة، وقت الغفوة. يعني انا دلوقتي عملت منبه ما قفلتهوش يرن تاني بعد 10 دقائق، خلصت اروح اقول له سيف من علامة السيف اللي من تحت دي، مش عايز احفظه، اروح على علامة الاكس اقول له سيف. هو محفوظ عندي اهو، بس انا هقفله واعمل له اوف، افتحه اون. فدي متحكمه ان انا اقفل وافتح في ايه، في المنبه بتاعي. ده بالنسبه لي الجزء الاول، الشاشه من الظهره. هي الشاشه من الظهر عند كل الناس ولا؟ طيب ممكن بس تتأكد من اتصال الانترنت عندك، ممكن يكون في مشكلة. طيب انا فتحته اهو. طيب انا عايز احذفه، احذفه ازاي؟ هضغط عليه واروح على علامة السلة من تحت، هقول له ديليت او حذف، يا اما كليك يمين عليه واقول له ديليت او حذف، انا كده حذفت المنبه بتاعي. تمام تمام طب عندك بعد كده حاجة اسمها الكلوك، الساعة اللي في المنطقة اللي انت فيها دلوقتي، الساعة 6:37 بي ام، النهاردة الثلاث 15/2/2022، ده التايمر المؤقت اهو. تمام، مش عايز ده خالص. ده التايمر بتاعك، كان الستوب واتش اللي هو ساعة التوقف، ده بيعد معاك الساعة بتاعة التوقف. ده اللي هو التايمر. أنا عايز أعمل شاشة توقف، أنا عايز أشوف مثلا الحاجة دي هعملها في قد إيه، بعملها من الستوب واتش أو ساعة التوقف. ده زي ما قلنا العد التنازلي اللي هو التايمر بتاعك، ده اللي هو الساعة في المنطقة اللي انت فيها، وده اللي هو لو عايز اظبط المنبه بتاعي. تاني حاجة عندك اللي هو الكليندر، اللي هو الأجندة. أنا فتحت الكليندر، تمام، أنا هجيب الصفحة الرئيسية سكوب تشينج. أنا نفترض أنا النهاردة كام، نفترض 4 في الشهر، هضغط عليه ضغطة واحدة بس واروح اقول له حاجه اسمها المور ديتيلز، يعني تفاصيل اكتر. انا عايز ابتدي اعمل، انا معايا ايفنت كمثال، او معايا كمثال معايا تحضير حاجه معينه، ومعايا محاضره وعايز اخلي لها مؤقت، يعني تفكرني بيها بعد شهر، بعد اسبوع، بعد 15 يوم، واروح على حاجه اسمها الكليندر او الاجنده. بكتب هنا اسم الحدث، اسم الحدث، هنا الموقع بتاع الحدث، الحدث ده هيكون فين بالظبط. طيب هنا ستارت هيبدا امتى، طيب اند
هينتهي امتى، وهنا اكتب شرح مختصر عليه عشان افتكره. احفظه من فين؟ من سيف، احذفه من ديليت. هنا يذكرني ايه؟ يذكرني قبلها بقد ايه؟ يذكرني قبلها ب 12 ساعة، بخمس دقايق، بيوم، باسبوع، وهكذا. ريبيت انا عايز اعمل له تكرار كل قد ايه. طب لو عايز اعمل دعوة لناس عن طريق الحدث ازاي؟ هقول له انفايت سام وان، واروح ادوس من عليها، واروح افتح جهات الاتصال اللي عندي، وابتدي اعمل لانش بيبول ابس، ابتدي ادعي الناس. دي اللي هو الرسائل. لو عايز ابعت رساله عن طريق الاوتلوك، اقول له حاجه اسمها نيو ايميل، نيو ايميل، او هكتب هنا بيقول لي فروم وتو سبجكت. فروم مين اللي هيبعت الايميل؟ مين اللي هيبعت الايميل؟ تو انا هبعت الايميل لمين بالظبط؟ السبجكت العنوان بتاع الايميل. يعني افترض انا متقدم لوظيفه، هروح اكتب هنا مثلا تقدم لوظيفه، وانزل هنا تحت اشرح، ابعت الايميل بتاعي. وهنا ظهر معايا اعدادات، ده لون الخط، ده مثلا بيعمل لي هايلايت او تسليط ضوء. زي ما انتم شايفين اهو ده اللون، غير من هنا. ده هناخده مع بعض في البرامج ان شاء الله لما ندرسها. ده لو عايز اعمل تسليط ضوء عليه، ده لو عايز احط خط تحت الكلام. حدد الاول بس، ده لو عايز اميل الخط، ده لو عايز اعمل عمليه تضخيم للخط، ادخن الخط شويه. لو عايز اضيف صوره من انسرت، واقول له بيكتشر. عايز اضيف لينك، اقول له لينك. عايز اضيف جدول، اقول له تيبل. عايز اضيف اتاشمنت، مرفق او ملف، سواء كان وورد او باوربوينت او اكسل، من فايلز. عايز اعمل لها اهمال، ديسكارد. عايز ابعتها، اقول له سند او ارسال، سند او ارسال. ده لو عايز اضيف جهات اتصال عندي من علامه الاشخاص اللي هنا، ندخل على دي. ده حاجه اسمها المتجر، المتجر، المتجر اللي هو الجوجل بلاي. عايز انزل تطبيقات اهو، بس المتجر بتاعي لو عايز، بس لازم اكون متصل بالانترنت. السيتنج اللي هي الاعدادات الخاصه بالحساب بتاعك، اعدادات الكليندر، اعدادات الحساب، وهكذا. كل اللي يهمني هنا ازاي اعرف اعمل حدث، ازاي اعمل موعد. في حاجة مهمة جدا اسمها الكالكوليتور، الآلة الحاسبة، الآلة الحاسبة. ساعات بيجيب لك سؤال في الامتحان بيقول لك افتح الآلة الحاسبة، افتحها بس. تروح في السيرش تحت واقول له كالكوليتور، الآلة الحاسبة، ادوس عليها. انا فتحتها. طيب حول الآلة الحاسبة إلى آلة علمية. الثلاث شرط الموجودين فوق هندوس عليهم، وهقول له ساينتفك. انا كده حولتها لآلة علمية. طيب حولها لآلة خاصة بالبرمجة، بروجرامر، اهي اللي هو الهكس والديكس والاوكت والباينري، هو النظام الثنائي والنظام العشري والنظام الثماني، وهكذا. طيب لو قلت لك عايزك تحول له عملات من الجنيه المصري الى الدولار، اختار حاجه اسمها الكونفنتور اللي هو كرنسي، العمله. فظهر ناحيه اليسار اللي هو موضوع التحويلات. يقول لي ابديت. انا عايز احول الرقم ده مثلا من الجنيه المصري الى الدولار. عندي مشكلة انا في موضوع التحديثات. هتلاقي تحت السهم ده مكتوب كلمة جنيه مصري، وتحت السهم اللي تحت مكتوب دولار. فانت هنا هتحول، نفترض انا عايز احول خمسة جنيه مصري، خمسة جنيه مصري، عايز احولها الى الدولار. اروح اكتب هنا الرقم اللي عايز احوله،
اكتب مثلا 5 وهحوله لي في الناحيه الثانيه الى العمله اللي عايز احول ليها. طيب تعالوا كده هنا نجرب مثلا اللينس او الطول، اهي ظهرت معايا، ظهرت معايا. انا عايز احول من الخمسة انش الى السنتيمتر، ادي الانش، او مثلا عايز احول من المليمتر الى النانومتر. اهو الخمسة مليمتر فيها 5 مليون نانومتر. طب لو عايز احول احجام فوليوم، انا عايز احول مثلا من اللتر، نفترض ان انا هكتب 4 لتر، فيها كام ملي لتر؟ فيها 4000. طيب عايز احول مثلا تمبريتشر، درجات حرارة، برضو بختار اهي من هنا من السيليزيوس، الخمسة سيليزيوس فيها 278 كلفن. طيب الواحد سيليزيوس 274 كلفن، دي تحويلات. طب عايز احول اريا، مساحة، المساحة مضروبة متر في متر، يعني طول في طول، اهي سكوير، سكوير معناه مربع. انا عايز احول من سكوير متر، متر تربيع، الواحد متر تربيع في كام واحد سنتي تربيع؟ في 10000، في 10000. عايز احول سرعات، ادي سبيد، عايز احول مثلا وقت، تايم، عايز احول باور، هنا كيلو وات، باور عندك بيتقاس بالكيلو وات. طيب عايز احول انرجي، طاقة، طاقة عندك بالجول. الناس اللي معايا، الناس اللي بتدرس هندسة اكيد عارفة التحويلات دي، ان بتدرس عندك الباور والانرجي وبتدرس التمبريتشر، التحويلات دي كلها بتتاخد، يعني الناس اللي في ميكانيكا بياخدوها في حاجة اسمها الفلويد السيرموديناميك، هدي كلها بتتاخد برضو ان شاء الله يعني بإذن الله، يعني لو ربنا أراد بإذن الله، بإذن الله يبقى في جزء خاص بكورسات هندسة ميكانيكية مع بيم أريبيا بإذن الله. طيب دي بالنسبة للتحويلات، التحويلات بتاع أهو أنجل الزاوية من الديجري للرادياتس. الآلة الحاسبة عندي بالنسبة لي من العوامل المهمة اللي احنا بنشتغل عليها. طيب عندك النوت باد، ناس تفكرني، عندك حاجة اسمها النوت باد والستيكي. والستيكي نوت والسنابنج تول والرسام، والرسام 3D، دول 5 برامج عندي. ناس تفضل متذكرة البرامج دي، تمام. وعندك برضو السكتش باد، الحاجات دي كلها ان شاء الله هناخدها المحاضرة اللي جاية مع بعض، هناخدها اللي هي محاضرة بكرة، تمام. وهندخل على المتصفح بتاع الانترنت هنشرحه بالكامل، ندخل على جوجل كروم وهنشرحه مع بعض بكرة ان شاء الله. يبقى بدايتنا بعد ما نخلص البرامج دي، تبقى بدايتنا في اول جزء في المديول، مديول الانترنت اللي هو جوجل،
بعد كده هندخل على الون نوت. فانا هكتفي بكده النهارده ان شاء الله، فاتمنى ان المحاضره كانت بسيطه، انا حبيتش اطول على الناس النهارده ولا الظروف معايا كمدرب وظروف اخرى. فاتمنى ان الدنيا كانت بسيطه على الناس النهارده، حد عنده اي مشكله في اي حاجه الدنيا بسيطه. الارم هتظهر معاك في 2000، انا اسف، ويندوز 10، ويندوز 10، ويندوز 10. بالنسبة للكنترول بانل، لو عندك ويندوز 10 هتلاقيها ظاهرة في البيرسونالايز والسيمز، واختار حاجة اسمها الديسكتوب ايكون سيتنج، ديسكتوب ايكون سيتنج، وعلم علامة صح على كنترول بانل، هتلاقيها ظاهرة هنا عندك، هتلاقيها ظاهرة عندك. حد عنده سؤال لحد الآن؟ أمور كانت بسيطة. الآلة الحاسبة بجيبها إزاي؟ حاضر. الآلة الحاسبة أنا بروح على علامة السيرش اللي من تحت، السيرش اللي هو البحث، هدوس عليها وأروح أكتب اسمها اللي هو الكالكوليتور، الآلة الحاسبة، الآلة الحاسبة، وهدوس عليه، بس فتحت معايا من السيرش تحت من علامة البحث. اللي مش موجودة عندي علامة البحث هيضغط كليك يمين على شريط المهام أو التاسك بار، وهيدور على كلمة اسمها سيرش، ويعلم علامة صح على كلمة اسمها الشو سيرش ايكون، شو سيرش ايكون. حد عنده مشكلة لحد الآن؟ أمور بسيطة. تمام، عفوا. حد عنده مشكلة؟ يعني كده أنا بالنسبة للأمور تمام، يعني معنى كده إن إحنا لو جبنا امتحان أصعب امتحان يتحط في أساس الكمبيوتر الناس هتجاوب عليه، وأنا واثق من ده. اللي احنا خدناه لحد الآن أي سؤال هيتسأل في أسئلة الكمبيوتر هنعرف نجاوب عليه إن شاء الله. مش مهندس محمد السيد، اتفضل هندسة. باشمهندس السلام عليكم. إذا في مثلا بالنسبة للهارد نفسه حاطين عليه باسورد، ألاقي عندك برنامج ممكن الواحد، لأن أنا نسيت الباسورد الهارد كامل مثلا الدي أو الإف، إذا في عند حضرتك برنامج يا باشمهندس نقدر نفك بيه الباسورد ده. تمام، هو حاليا مش موجود معايا بس انا هنزله وهبعته لك على طول. تسلم يا باشمهندس. هندسه حضرتك موجود معانا على الجروب بتاع الواتساب صح كده؟ تماما. خلاص ما فيش مشكله، ابعت لي رساله وكده كده انا برضو هبعت لكم البرنامج ده ان شاء الله على الجروب، يعني هنزله وهبعته لكم باذن الله. حد عنده سؤال تاني؟ الكلام ده بيظهر عندي عشان شركة ما يمكن ضبط أي شيء، هل ده ممكن يكون بسبب إن الشركة قفلت الخاصية دي؟ يعني بالنسبة بتتكلم على الكلندر وعلى الآلة الحاسبة؟ هندسة معلش، الجروب بتاع التأهيل للاختبارات الدولية ممكن نبعته هنا عشان الناس تدخل فيه. بالنسبة للكلندر، بالنسبة للكلندر، لا الكلندر يفضل ان انت لازم تكون عامل ايميل على الجهاز عندك، يعني اهو ما قفلتش الخاصية، انت لازم تدخل ايميل عشان يدخلك عليه. حاول تدخل ايميل على الجهاز عندك. نعمل بدي مش عايزة، هيطلب منك ايميل، دخل الايميل بتاعك هتفتح معاك على طول، لازم يكون معاك ايميل. جربها، ولو في اي مشكله ابعت لي على الجروب ان شاء الله، او ابعت لي برايفت ما عنديش اي ادنى مشكله، او نشرحها تاني ان شاء الله باذن الله محاضره بكره لو ظهرت معاك اي مشكله. لحد الان الامور بسيطه، امور اتمنى الامور تكون سهله باذن الله. هيكون في امتحان زي ما قلنا على اساسيات الكمبيوتر، كل ما نخلص مديول
باذن الله هتعمل عليه امتحان بالنسبه للجزء العملي عشان نشوف الناس استفادت قد ايه من الشرح لحد الان. ما عنديش اي مشكله ان انا اعيد كل ده تاني من الاول، بس الناس استفادت. تمام، اتمنى الامور تكون بسيطه، فربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، والتوفيق ان شاء الله فيما هو قادم. وزي ما قلنا دي البرامج اللي احنا هنشرحها في محاضره بكره، زائد هندخل على المتصفح اللي هو جوجل كروم هنشرحه برضو بالتفصيل باذن الله مع بعض في محاضره بكره يوم الاربع. يوم الخميس ان شاء الله هنشرح الاوت لوك بالتفصيل الممل، هنشرح الاوت لوك وهنشرح الجيميل، وهنشرح ازاي نعمل ايميل اوت لوك وازاي نعمل جميل بإذن الله مع بعض على يوم الخميس بإذن الله. بالتوفيق لكم إن شاء الله. فإن شاء الله بإذن الله يعني نلتقي غدا إن شاء الله الساعة 6، وربنا ينفعكم إن شاء الله. يعني الناس تحاول تراجع المحاضرات، واللي عنده أي مشكلة قبل ما ندخل على أي مديول جديد يا ريت يبلغني. بنوفقكم إن شاء الله.